بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهارده هنعمل تمرين جديد على رسم المنظور الهندسي. التمرين اللي قدامنا ده بسيط وسهل إن شاء الله، لكن في حتة صغيرة بسيطة كده خلي بالك منها. أول حاجة زي ما إحنا متعودين نحدد النقطة اللي نبدأ منها، وليكن النقطة دي هنعمل الجزء ده وكذلك الجزء اللي هنا ده، وأرجع أكمل الجزء ده وأقف ما عنديش حاجة تاني، وبعد ما عملت الجزء ده أجي أقفل السطح اللي هنا ده، كذلك أقفل الحتة دي. بعد كده اجي اطلع بالخط ده واعمل الخط ده. طب عملت الخط ده ليه؟ لان انا ما اعرفش طول الخط ده قد ايه او ميله قد ايه، فبالتالي لازم اعمل بدايته ولازم اعمل نهايته واوصل، وكذلك اوصل ده وارجع اقفل الشكل من ورا واقفل الشكل من هنا. يبقى تعالى كده نشوف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه هقف هنا اهو، اطلع راسي بمقدار العشرة اهو، امشي مايل كده بمقدار الجزء ده. الجزء ده هو كام؟ قال لك العرض كله 40 ودي 14، يبقى 40 ناقص 14 على 2 هتلاقي 13 وتقفل الشكل. وكذلك تيجي النقطة دي تطلع مايل كده، مايل كده بمقدار كام؟ قال لك مقدار الحتة دي 8. بعد كده تطلع راسي كده بمقدار كام؟ قال لك مقدار الجزء ده 6. وتقفل الشكل ده اللي هو عرض 14 وتطلع ال 6 وتقفل الشكل ده. مش هقدر أعمل الخط ده، أرجع تاني نفس النقطة وأعمل مين؟ أعمل خط المايل ده والخط المايل ده. خط المايل ده اللي هو بمقدار كام؟ قال لك 52. بعد كده تطلع راسك بمقدار كام؟ قال لك بمقدار 26. بعد كده تنزل مايل كده بمقدار 12. بعد كده تنزل راسي بمقدار الخط ده اللي هو قبل الاخر ب 10، عندك ده 26 يبقى ده 16. يبقى انا خلصت الجزء ده. بعد كده اجي من هنا مايل بزاويه 30 بمقدار ال 13 اللي هو قد دي، وبعد كده اقفل الشكل. كده انا خلصت الجزئيه دي. بعد كده اجي من هنا اقطع راسي، اقطع راسي بمقدار كام؟ هو قايل لك الجزء ده من هنا لحد هنا 30 ودي 6، يبقى ده كله 36 وانت اصلا طلعت 10، يبقى تطلع بمقدار 26. يبقى تقوم جاي من هنا طالع بمقدار 26 وشاهد الخط مايل كده بمقدار الجزء ده اللي هو 24. بعد كده تقوم جاي موصل الخط ده بالخط ده، تقوم جاي من هنا مايل بزاويه 30 بمقدار ال 14 وموصل الخط ده، يبقى انت خلصت من الحته اللي هنا دي. خلصت منه. تيجي تقفل بقى الشكل من فوق، تيجي كده بزاويه 30 بمقدار ال 14 وتقفل الشكل. خلصنا الجزء ده. اعمل ايه؟ ارجع للنقطه دي اقفل الجزء ده اهو، مايل بزاويه 30 هتلاقي الحته دي 14 زي اللي تحت، وكذلك مايل بزاويه 30 بمقدار ال 40. خلي بالك هتلاقي في فاصل بسيط خالص ما بين الحته دي والحته دي، لان بعض الناس ممكن يجي يعمل يلاقي ده منطبق على ده، فلازم يطلع عندك فاصل بسيط ولو حتى ملي. بعد كده بعد ما عملت ده بمقدار ال 40 هتيجي مايل كده بمقدار الجزء ده اللي هو 12 وتقوم جاي قافل الشكل بتاعك وتنزل راسي بمقدار الحته دي، هتلاقي حته بسيطه خالص اللي هي الحته دي، فركز في الحاجات البسيطه اللي هي هنا دي. بعد كده انا عايز اعمل الجزء اللي هنا ده، هعمله ازاي؟ اقف من هنا بالمثلث بتاعي مايل بزاويه 30 وعلى امتداده من اول هنا اقوم جاي شد خط بحيث ان انا اوصل ل 40، بحيث ان النقطه دي 40 بحيث ان انا اقدر اعمل خط اقدر امشي منه، وانزل راسي كده مقدار 10 واقفل الحته دي. كده انا خلصت الجزء ده، ناقص لي ايه؟ ناقص الخط ده. انت كده مش ناسي اي حاجه خالص، خلصت الاجزاء دي كلها وخلصت الجزء اللي ورا وخلصت الحته دي. يبقى تاني وقفنا من هنا عملنا الجزء ده وعملنا الجزء ده وعملنا الحته دي، ورجعنا عملنا الجزء ده وطلعنا من هنا مقدار الجزء ده وعملنا الخط ال 24 ووصلنا الخط اللي هو لا مايل بزاويه 30 ولا راس، وكذلك من هنا ب 14 ووصلنا وقفلنا الحته اللي فوق دي ورجعنا قفلنا الجزء ده وقفلنا الجزء ده. يبقى انت كده بكل بساطه عرفت الشكل ده هيترسم منظور ازاي. هنتنقل دلوقتي لرسم الشكل ده من غير شرح بحيث ان الصوره تتضح بشكل افضل. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب ولايك للصفحه بتاعتنا على فيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.